إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل الحديث في قصة يوسف عليه السلام. مررنا بمحطات عظيمة مر بها يوسف عليه السلام من الابتلاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، واستجاب الله لدعاء يوسف عليه السلام لما قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ودخل معه السجن فتيان، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى ورأفته بيوسف عليه السلام، أثناء دخول يوسف عليه السلام في السجن دخل معه فتيان شابان في مقتبل العمر في سن سيدنا يوسف عليه السلام، وتولدت صحبة ومعرفة داخل السجن. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأس خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. تبقى الرؤية الأولى في الصورة رؤية سيدنا يوسف عليه السلام، والرؤية الثانية الذي قال أعصر خمرا، والرؤية الثالثة هي الرؤيا: أحمل فوق رأس خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يعني كانت مكانة سيدنا يوسف عليه السلام فيها نوع من التبجيل والاحترام والتقدير عند هؤلاء الفتيان، إنا نراك من المحسنين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان أن تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك وأن تعطي من حرمك. وتحدث العلماء عن إحسان يوسف عليه السلام داخل السجن في معاملته للناس الذين كانوا معه، فيزور المريض ويحسن إلى المحتاج ويسعى لإزالة الكآبة والحزن عن المكروبين. ففاضت هذه الأخلاق وهذه المكارم وصفات الإحسان على سيدنا يوسف عليه السلام. نقطة أخرى مهمة جدا، إن المجتمع اللي كان في داخل السجن هو مجتمع كافر مشرك بالله سبحانه وتعالى، وسيدنا يوسف عليه السلام كان مؤمن، فلم يهجرهم وإنما عاملهم بالإحسان، لأنهم من خلق الله، ولعل طريق الإحسان يكون سببا في دعوتهم إلى دين الله وإلى التوحيد. فلما هم تعلقوا بيوسف عليه السلام ورأى منهم احتراما وتقديرا واحتياجا، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه، أي طعام في وقت الغداء أو العشاء أو من خارج السجن من أقاربهم، إلا نبأتكما بتأويله. أي هما هنا طبعا العلماء قالوا بعضهم أي قبل دخول الطعام إلى السجن يخبرهم بنوعية هذا الطعام، النوع من النبوة تساعده على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال لا، هو حدد بعد ما يأتي الغداء أو العشاء يتم تأويل الرؤيا ليستفيد من الوقت في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. لا يأتيكما طعام ترزقانه إن إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. أيضا تأويل الرؤى في الطعام مثل العنب أو الخبز أو ذلكما مما علمني ربي، هنا وقفة. إن عادة أهل الإيمان وأهل التوحيد والسائرين على منهج الأنبياء والمرسلين كل نعمة تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، مما علمني ربي، يعني هذا العلم ليس مني وإنما مما علمني ربي. مثل لما قال سليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. مثل أيضا
لما قال في نهاية القصة: ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فدائما إضافة هذا الخير وهذا العلم إلى الله سبحانه وتعالى، بعكس الفراعنة والمستكبرين: أنا خير منه، أو الأبالسة والشياطين دائما: أنا متضخمة، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ما علمت لكم من إله غيري. يعني الأنا وحظوظ النفس عظيمة، إنما أتيته قارون على علم من عندي. يبقى الشخصية الموحدة الموصولة بالله سبحانه وتعالى، تستشعر بنعائم الله عليها وتحترف بهذا الفضل العظيم. أيضا ذو القرنين لما قال: ما مكنني فيه ربي، هنا سيدنا يوسف عليه السلام قال: مما علمني ربي، أي هذا علم التأويل هو من خالقي. علم التأويل هو من رازقي، علم التأويل هو من سيدي، من مالكي سبحانه وتعالى، من الخلاق العليم. مما علمني ربي، نلاحظ إلى الآن في سورة يوسف عليه السلام أسماء الله الحسنى التي ذكرت، ذكر اسم الله الرب وأيضا العليم والحكيم والسميع والعليم حتى الآن. وهذه نوع من التربية الإيمانية على معرفة الله سبحانه وتعالى من خلال أسماء الله الحسنى. لما يعقوب عليه السلام قال: إن ربك عليم حكيم، ولما قال، لما الله سبحانه وتعالى قال: فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم، هنا سيدنا يوسف عليه السلام قال: مما علمني ربي. ثم بعد ذلك دخل في دعوة التوحيد وبين أصولها وقواعدها وأسسها العظيمة، لما قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. يبقى هم تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. المجتمع اللي كان في مصر في زمن الهكسوس كان مجتمع لا يؤمن بالله، وهم بالآخرة هم كافرون. هذا المجتمع وديانة هذا المجتمع أنا لم أدخل فيها لا من قريب ولا من بعيد، أنا بريء منها. تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يبقى لما قال، يبقى هنا البراءة من الكفر ومن الشرك ومن عدم الإيمان بالله وباليوم الآخر، لما قال: مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون، هنا تعريض بذلك المجتمع وأيضا بعقيدة الفتيان التي كانت قائمة على عدم الإيمان بالله ولا باليوم الآخر. ثم قال: وهم بالآخرة هم كافرون. يبقى شككهم في عقائدهم الفاسدة ودعاهم إلى العقيدة الصحيحة. هذا في السياق داخل السجن أكثر ما تكلم سيدنا يوسف عليه السلام وأبدع وأطنب في دعوته إلى الله وبيان التوحيد وإفراد العبودية لله سبحانه وتعالى وحقيقة الدين القيم. يوسف عليه السلام كلماته معدودة لكنها منهج في الحياة. بدت هذه الكلمات لما قال: ما عاد الله. يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى الإخوة الكرام نواصل الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.